مساء الخير لكل السادة المشاهدين في أولى حلقات برنامجكم جمال القلوب. أحب أرحب بزميلتي الإعلامية الزميلة منار النشرتي، أرحب بك. مساء الخير دكتور محمد، أنا اللي برحب بيك النهاردة، وإن شاء الله إن شاء الله يكون برنامج جميل جدا وإن شاء الله ينال إعجاب الجميع. والنهاردة كنا عاوزين نتكلم كده أنا دكتور محمد كلام كده خفيف، عشان البرنامج اسمه جمال القلوب، وعشان هو جمال القلوب صادف ان امبارح كان عيد الحب او يوم الحب يعني، فعاوزين نتكلم عن اليوم ده مبدئيا كده. اليوم ده انا جايبه لكم نبذه تاريخيه عنه بسيطه كده للي مش عارف. هنتكلم في التاريخ؟ لا، نبذه تاريخيه، هو يوم حب. بقى دي حصه التاريخ يا جماعه، كل واحد يطلع ورقه وقلم ويبتدي. لا خالص، يعني حته عميقه مني شويه. عيد الحب ده اللي اخترعته كان 1828 ست اسمها استر، عملت بطاقات ووزعتها وبعد فتره قصيره قوي اتباعت. وهو اصلا مش عاوزين نتكلم بقى في التاريخ وكده، بعد كده اتباعت وبقى فيها قبول كبير قوي وبقينا بنحتفل بيه. عاوزه بقى نتكلم ونقول اليوم ده المفروض الناس كلها ان شاء الله، كان امبارح الكلام ده، قضوه بشكل جميل، المفروض نكون قضيناه بشكل جميل قوي. ومفهوم عيد الحب مش شرط يعني اتنين عشاق، او ولو ان المفروض قوي يعني متجوزين اهتموا شويه بمراتاتهم كده، كونوا خلصوهم من البيت وقعده البيت وعاشوا يوم جميل، ولكن هو عيد الحب علشان كلنا نحب بعض. انت تحب بنتك، تحب اهلك، انت تحبي صديقتك، تحبي اختك، معمول عشان كلنا نحب بعض. هو ده مفهوم. من هنا نقدر نقول انه حتى لو كانت الاعياد خاصه بالمسلمين والمسيحيين، فاحنا نقدر نقول ان هو يوم فعلا عالمي للحب، للتسامح، للرحمه، للموده. كل واحد يحب اهله، يحب اسرته، يحب اولادك، يحب شغلك، يحب عملك. ومن هنا احنا كان جمال القلوب، لان انت فعلا علشان تقدر تبدع في مجالك وفي شغلك وفي عملك لازم 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 تحب، لازم تدخل على شغلك بوردية. لما تدخل بوردة زي بوكيه ورد اللي ما دكتور زي بوكيه الورد النهاردة هو يمثل جمال القلوب، وهو هيمثل عيد الحب، لان فعلا الوردة دي اتخذها مثلا ناس بتحب تشتغل وتحب تبدع في مجالها، فكان مطعم في مدينة بنها، مطعم اسمه جاكس. المطعم ده وزع تقريبا ورد في يوم عيد الحب على تقريبا معظم أهل بنها. كان بيمشي يوزع بالحب وبالورد، مش علشان يشهر نفسه وعلشان خاطر يتكلم عن نفسه ودعاية ليه أكتر من هو فعلا وقائمين عليه بيحبوا شغله. حب عملك، حب شغلك وابدع فيه. علشان كده احنا من هنا بنقدر نعرض تقرير عن المطعم الجميل ده وعن شغله وعن يومه في عيد الحب، ومن هنا هنطلع جمال القلوب، لان انت بتحب شغلك وبتحب كل الكلام ده بيطلع من قلبك وبيظهر بيظهر لزباينك، بيظهر لشغلك، بيظهر للمتعاملين معاك، بيظهر لاهل بيتك. اللي هو حتى الحب المفروض كمان يكون للعمل، للشغل. انا لو بحب شغلي او الحاجه اللي بعملها قوي هطلعها صح قوي وهوصل قوي. زي مثلا يا دكتور محمد، يعني عندنا دكتور مجدي يعقوب مثلا، هو دلوقتي بيحب شغله، بيبدع، هو اللي حصل ده انه كان فلازم نحب كل حاجة عشان كل حاجة تبقى تمام وحياتنا كلها تبقى جميلة. طب احنا هنقدر نشوف، وفريق الاعداد مجهز لنا فريق الاعداد في تقرير خاص بالناس اللي حبت شغلها وابدعت في شغلها في المطعم الجميل في المدينة الجميلة زي مدينة بنها. نتفضل نشوف التقرير اللي مجهزين. We'll be right back.
المشاهدين، هكون معاكم النهارده هديل الطوقي في اول حلقه من برنامج جمال القلوب، وهنسجل معاكم الحلقه دي من مطعم جاكس، وهنشوف ايه العروض اللي هو مقدمها بمناسبه الفالنتاين. ودلوقتي هيكون لينا لقاء مع صاحب مطعم جاكس وهو هيعرفنا اكتر بالمكان. انا سعيد عتيق، صاحب مطعم جاكس وصاحب شركه اتيكو ترافل للخدمات. فكرة المشروع جت من السياحة عامة. في مجال السياحة أنا بحبه جدا، فكنت عايز أقدم خدمة كويسة كمطعم كويس في مدينة بنها، فجت الفكرة من هنا إن أنا عملت كافيه جاكس، وبحاول إن أنا أقدم خدمات كويسة في المكان لخدمة المدينة. عندنا عروض كتير وعندنا أسعار لا تقارن بالمطاعم الأخرى. إحنا هنا من مطعم وكافيه وكيدز إيريا وحفلات وإقامة حفلات أعياد ميلاد وخطبات وأفراح، تمام؟ وكل دوت إحنا برضو بنتبع السلامة والصحة المهنية، وبنتبع اللي هي عشان الكورونا الكمامات والكحول وكل التعليمات والعدد اللي هم محددينه والنسبة اللي هم محددينها، وعندنا عروض كتير بقى احنا عاملينها. يعني حضرتك في عروض محددة حضرتك عاملها بمناسبة الفالنتاين؟ احنا من اول ما احنا اشتغلنا الحمد لله عاملين عروض وما زلنا عاملين عروض. احنا مش على قد الفالنتاين بس، احنا الفالنتاين عملنا له عروض ان المكان فري مفتوح لاي حد في الفالنتاين بدون خدمه وبدون ضريبه وبدون اي اضافات نهائي، غير كده ان احنا بنقدم مشروب ويلكم للمكان، والعروض مستمره لغايه نهايه العام. حضرتك بتتمنى يعني المكان يكون طبعا يكبر اكتر وان انت تفضل تطور في المكان اكتر؟ الحمد لله احنا كل شهر عندنا نظام عاملينه ان احنا بنشوف ايه الجديد اللي احنا نقدر نقدمه كل شهر مع فريق العمل الموجود، ان احنا كل شهر لازم نطلع بفكرة جديدة عشان خاطر ان احنا نفضل مستمرين ونفضل احنا الجديد دايما. ممكن حضرتك تقول لنا عنوان المكان بوضوح للناس تعرفه؟ احنا بعد كوبري الفحص مباشرة، اول عمارة بعد كوبري الفحص على اليمين. شكرا لحضرتك جدا. شكرا. تعالوا معنا نشوف رأي الناس في الشارع في مطعم جاكس. ممكن تقول لنا رأيك في مطعم جاكس؟ لا، هو مطعم حلو الصراحة، والديكور بتاعه جديد على بنها، وانا روحته كتير يعني وقعدت فيه كتير وبجد يعني الاكل فيه كويس بأمانة يعني، وكمان الاسعار حلوة هناك. هو مطعم كويس وناس محترمة هناك وخدمة كويسة هناك وحلو. يعني انت جربت المكان بنفسك وعجبتك الخدمة هناك والمكان؟ حضرتك هو كويس والخدمة هناك 100% وممتازة وكويس المكان. مطعم جميل جدا وبيلتزموا بالاجراءات الصحية هناك عشان فيروس كورونا، والخدمة هناك كويسة جدا. مين ايه رأيك في مطعم جاكس؟ لا، مطعم جاكس الخدمة ممتازة، الاكل تحفة بأمانة، جربته عجبني جدا. حتى انا برضو بقيت اجيب صحابي معايا حتى ياكلوا ويشوفوا المطعم، يشوفوا الخدمه عامله ازاي، ممتازه ولا لا. احتفلت ازاي بالفالنتاين؟ رحت هناك انا وخطيبتي وكان خدمه كان اعلى مستوى هناك. قول لنا احتفلت ازاي بالفالنتاين؟ قعدت في البيت. صريح قوي يعني، قعدت في البيت كده من غير اي خروج خالص ولا اي حاجه؟ لا، قعدت في البيت، قعدت في البيت ما عملتش حاجه. انت احتفلت بالفالنتاين؟ اكيد احتفلت بالفالنتاين بس اكيد احتفلت بيه طبعا. ان شاء الله تحتفل بيه المره الجايه وانت مش سنجل باذن الله. باذن الله. احتفلتوا في الفالنتين ازاي؟ مع بعض، قضينا اليوم مع بعض الحمد لله. خرجتوا يعني اتفسحتوا كده؟ خرجنا مع بعض صورنا. مطعم جاكس بيقدم لك ورده بمناسبه الفالنتين هديه. مطعم جاكس بيقدم لكم هديه الفالنتين النهارده، اتفضلوا. انا بحب اشكر مطعم جاكس جدا. شكرا مطعم جاكس. 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 اعزائي المشاهدين، زي ما شفنا راي الناس في الشارع في مطعم جاكس، انتوا كمان لازم تيجوا تجربوه بنفسكم وتشوفوا المكان. والعنوان بنها الفيلل بجوار كوبري الفحص.
كده. وبعد ما شفنا التقرير عجبني قوي 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 الورد، الفكرة دي تحفة وفكرة جميلة وجات في وقتها، وعشان كده أنا لازم أروح أجرب الأكل برضو اللي جوعني قوي قوي. وعشان كده أنت خدت الورد مني. يعني الورد ده أنا بحب الورد أصلا، وكونه هو فكر إن هو يوزع ورد ويفتتح في اليوم ده فهو يعني حاجة عظيمة قوي. أو ما يمكن يكون بيستسهل وسعره قليل شويه ولا حاجه. لا لا الورد مش بيوزع هدايا اكبر. المره الجايه هنجبر صحاب المطعم ده ان هم يوزعوا هدايا اكبر. لا على فكره هي مش الورد ده قيمته كبيره قوي قوي قوي. ايوه بقى مش رخيص وبتاع، والورد بقى غالي على فكره. ومن هنا القلب بقى، ومن هنا القلب غالي. الورد بيكسب القلوب واللغه لغه. الورد ده اعظم حاجه في الدنيا. احنا فعلا لما شفنا لقينا العاملين والناس بتتكلم بحب. تخيل الناس اللي بره تقارير الشارع دايما بيبقى صادق. الشارع دايما لما بيروح لمكان معين وبيجربه وبيحبه فعلا بيدخل قلبه. ومن هنا احنا بنحيي وبنشكر وبنوجه التحيه للمطعم الجميل ده والقائمين عليه، وبنوجه التحيه من هنا من برنامج جمال القلوب لكل واحد بيحب شغله، وهنستضيفهم الفترة الجاية وهنستضيف كل واحد بيحب شغله علشان يظهر ويبدع في شغله ويورينا إبداعه. وهو ده مش دعاية ليه بس، لأ ده إحنا بنظهر يعني إيه جمال قلبك، يعني إيه قلبك من جوه، يعني إيه أنت بتحب الناس والناس بتحبك. ولا إيه رأيك يا أستاذة منار؟ أنا بصراحة رأيي حلوة يا أستاذة منار. ولا ندكترك تقول لك يا دكتور عادي يعني زي ما تحب. أو أنا شايفة ان الحب يعني الحياة كلها لو فيها حب وتسامح ومودة هتختلف تماما، يعني ندع الأحقاد جانبا وكل حاجة وحشة ننساها ونخلي قلوبنا بيضاء وكلها محبة. يعني صدقوني الحياة بالحب هتختلف يعني تماما. يعني ندعو ان كل واحد عنده مشكلة او حاجة يسامح ويصفي قلبه في يوم طبعا جديد. طبعا لان احنا لو عشنا بالكراهية و حتى لو مظلومين ما ينفعش، احنا هنتدمر وهنعيش يعني حاملين طغينة. يعني اهم حاجة التسامح، التسامح وان ننسى ما حصلش حاجة. من هنا دي كانت رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت رسالة سمحة، وكانت رسالة اساسها الحب والود. احنا معانا اتصال دلوقتي مريم من سوهاج. اتفضلي يا استاذة مريم. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. تحبي مين يرد؟ نرد احنا الاثنين مع بعض؟ لا هو اي حد طبعا اتسرد. لا ما يمكن انا يمكن انا شكلي وحش على الكاميرا. ترد بقى منى. يا مريم عامله ايه يا مريم؟ وقضيتي امبارح ازاي يوم الحب؟ الو تقريبا الخط فصل. يعني تعاودي الاتصال تاني يا مريم. هو انا اتكلمت يا مريم خوفتك ولا يا مريم قفلت؟ بقولك هي اللي تتكلمي انت بعد كده يا استاذ. هنرجع تاني ونقول ان فعلا رساله الرسول عليه الصلاه والسلام كانت رساله سامحه ورساله كلها حب وموده. الرسول عليه الصلاه والسلام حب زوجته وحب السيده خديجه لدرجة ان هو كان حزين اكتر واحد حزن عليها، بس الرسول عليه الصلاة والسلام كان قوي حتى في حزنه، لان فعلا علمه شديد القوى سبحانه وتعالى. الرسول اداله حبه لان الرسول بيحبه، ربنا سبحانه وتعالى حب الرسول وخلى واقترنوا معاه في الشهادة واقترنوا معاه. هو كمان يقال يعني في رواية ان ربنا شال من قلبه الطغينه والكراهيه وكل طبعاً ده من عمر سنتين او سنه. يعني ربنا بعت أيوة ملك شايل من قلبه كل ده. بعت سيدنا جبريل نقاه ونقى قلبه من الحسد والحقد وكل المساوئ دي. ومن هنا اصطفاه، يعني اصطفاه خلاه اهم نبي واحسن نبي عنده. واحنا كلنا بندعو لكل الانبياء. كل الانبياء فعلا كانت رسالتهم كده، وكل الديانات مش الاسلام بس، ده المسيحيه كمان اتكلمت في السمح وفي التعامل وفي الفرحه. كل الاديان بتدعو للمحبه وبتدعو للخير يا جماعه، وما تنسوش اديهم رساله لان احنا في اخر دقيقه. اهم حاجه بقى عاوز اقولها لكم الابتسامه، دايما ابتسموا في وش بعض عشان دي بتحبب الناس في بعض وبس. وعاوز اقول لكم يا رب كل ايامكم تبقى حب في حب، مش يوم واحد بس في السنه. يبقى يا رب كل ايامنا تبقى كلها قلب صافي قلب جميل. ومن هنا رسالتنا في برنامجكم جمال القلوب.
نحييكم انا وزميلتي الاستاذه منار النشرتي.